موجز أخبار تنصح، أهلا بكم. أذان الرئيس التنفيذي للهيئة البنغازية علي المانع الجريمة التي استهدفت قتل 36 مدنيا في مدينة الأبيار من قبل مسلحين في ضواحي المدينة. المانع وفي اتصال خاص بتنصح انتقد كافة أعمال الاعتداء والقتل خارج القانون وسط سكوت الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني والنائب العام والجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة، مؤكدا أن المغدورين من الثوار وأنصار ثورة فبراير. في ذات السياق عقب على قرار الناظور بتكليف ونيس بوخمادة بالتحقيق في الجريمة بالقول إن الخصم لا يمكن أن يكون عادلا، وقد نفذ الناظور وبوخمادة إعدامات ميدانية سابقة حسب قوله. قالت الناشطة السياسية حنان شلوف بأن على النائب العام أن يحقق مع فرج قعيم الذي كان قد صرح بمعرفته بمن يغتالون ويقتلون في بنغازي قبل أن يبدأ التحقيق في جريمة الأبيار. الناشطة حنان شلوف في تصريح خاص للتنصح السبت أوضحت أن ما يحدث في بنغازي هو ترويع للمواطنين، مضيفة بأنه لم يسمع من الرئاس المقترح وأعضائه أي تنديد أو استهجان لجرائم ميليشيات الكرامة في بنغازي. أشارت كتائب غرفة عمليات ثوار ليبيا بأنه وإن غاب عنها انتظام التواصل والتنسيق نتيجة ما وصفته بمحاربتها سياسيا من قبل الأحزاب، لا تزال متواجدة بكامل عتادها في مختلف نواحي ليبيا الجغرافية. الغرفة في بيان لها الجمعة أوضحت أنها وإن لم تواجه بالسلاح من أيد اتفاق الصخيرات حرصا منها على حقن الدماء وحفظ السلم والأمان في العاصمة، ولإيمانها بأن الحوار هو السبيل الأنجح لحل الخلافات، مؤكدة رفضها إعادة ليبيا إلى عهد حكم دكتاتورية العسكر. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي السبت شريطا مصورا يظهر جثامين عدد من القتلى ممددة على أسرة داخل إحدى ثلاجات الموتى في أحد مستشفيات مدينة بنغازي. وبحسب مصادر طبية من داخل مستشفى 1200 بنغازي، فإن الجثامين تعود لضحايا مجزرة الأبيار التي ذهب ضحيتها 36 قتيلا دون معرفة الأسباب التي قتلوا من أجلها أو معرفة الجناة. في ذات السياق قالت الناطقة باسم البعثة الأممية سوسن غوشا إننا نتقصى المزيد من المعلومات لنصدر موقفا بشأن جثث الأبيار. إلى اللقاء.